بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وقال تعالى أأمنتم من في السماء، يعني من فوق السماء، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وهو مذهب السلف قاطبة كما نقله الإمام الزهري في كتاب العلوم. قال أبو الوليد ابن رشد في مناهج الأدلة: لم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتون لله سبحانه وتعالى جهة فوق حتى نفتها المعتزلة. فما زال السلف من الصدر الأول يعني يثبتون هذا الصفة لله، وهي صفة العلو والفوقية فوق جميع خلقه، في فوقية الجهات وفوقية القهر ويعني فوقية الغلب والرباء القهر. حتى نفختها المعتزلة ثم تابعهم على نفيها متأخر الأشاعرة. فأول من نفى صفة العلو هم المعتزلة، ثم وافقهم على ذلك متأخر الأشاعرة كأبي المعالي البويني ومن اقتدى بقوله، إلى أن قال أبو الوليد ابن رشد: والسرائع كلها مبنية على أن الله في السماء. طبعا السرائع هنا بالمعنى الأعم، لا تختصر فقط على الشرائع بمعنى الاحكام الفقهيه، لكن في الشريعه تطلق احيانا على كل الدين. والشرائع كلها مبنيه على ان الله في السماء، وان منه تتنزل الملائكه بالوحي الى النبيين، وان من السماوات نزلت الكتب واليها كان الاطراء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجميع الحكماء قد اتفقوا على ان الله والملائكه في السماء، كما اتفق جميع الشرائع على ذلك بالمعقول. فإثبات العلو واجب بالشرع وبالعقل، وإبطاله إبطال بالشرائع. يقول الدارمي: وقد اتفق في الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته. وقد بسط النصوص السلف الحافظ الزهري في كتاب العلوم تنظره. يقول هذا، يقول القاضي هذا: ولما كان لذوي الهمم العوام أشد التفات إلى ما يكون عليه خلفاؤهم من بعدهم، يعني دائما أصحاب الرسالات والهمم العالية دائما يهمهم أمر أمته من بعدهم. فلذلك أراد الله تبارك وتعالى أن يبشر المسيح عليه السلام بذلك حتى يطمئنه. فقال تبارك وتعالى: وداعي الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. يقول هنا: وكذا كان ولم يزل من انتحر النصرانيه فوق اليهود، ولا يزالون كذلك الى ان لم يعدموا فلا يبقى منهم احد. اي نعم. الحقيقه ان موضوع عرق المسيح عليه السلام، هذه الايه احدى الايات الاساسيه في هذا الموضوع، وهو الايمان برفع المسيح عليه السلام حيا وبنزوله وقتله المسيح الدجال في اخر الزمان. فهناك عده ايات في هذا الموضوع في ان المسيح رفع الى السماء حيا. اما الايه الاولى فهي هذه الايه من سوره ال عمران: اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ما ملخصه: اختلف المفسرون في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي، فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخر، يعني الآية فيها تقديم وتأخير. تقديره: يا عيسى إني رافعك إلي ومتوفيك، يعني بعدما ارفعك اتوفاك. وهذا هو ما تقع المسيح عليه السلام اني رافعك الي، رفع الله سبحانه وتعالى اليه وهو حي لم يمت الى اليوم. وقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في رحله المعراج والاسراء والمعراج. اي نعم. ثم متوفيك بعد ذلك حينما ينزل في اخر الزمان يعيش من جديد ويحكم بالاسلام، ثم يتوفاه الله تبارك وتعالى. ممكن نسأل سؤال عابر: من آخر الصحابة موتا؟ المسيح عليه السلام.
أن المسيح عليه السلام عبارة عن يعني هو نبي وصحابي في نفس الوقت، لأن تعريف الصحابي ينطبق على المسيح، لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فترة ولو كانت يعني قصيرة في ليلة المعراج مؤمنا به، مؤمنا به سنته، فهذا له حد حد الصحابي، تعريف الصحابي. فلذلك عيسى نبي وصحابي، وهو لم يموت حتى الآن، فهو آخر الصحابة موتا عليه وعلى النبي الصلاة والسلام. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إني متوفيك أي مميتك. وقال وهب بن منبه أو روي عن وهب بن منبه قال: توفاه الله ثلاثة عاتق من أول النهار حين رفعه إليه. وقال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحيا. قال إسحاق بن بشر عن إبريس عن وهب: أماته الله ثلاثة أيام ثم بعثه ثم رفعه. قال مطر الوراق: إني متوفيك من الدنيا، يعني ليست وفاة موت. وقال ابن جرير: توفيه هو رفعه. وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هنا النوم، كما قال تعالى: هو الذي توفاكم بالليل. وقال: حين بها ولي لم تمت في منامها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. الحديث. وعن الحسن أنه قال: إني متوفيك يعني وفاة المنام، قرعه الله في منامه. وقال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، طبعا هذا يكون مرسلا ضعيفا، إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة. ومطهرك من الذين كفروا، يعني برفع إياك إلى السماء، بعيدا عن هذه الصحبة من كفار اليهود، أنا يعني أصطفي لك صحبة الأبرار والأطهار. اختار الحافظ ابن كثير بعد هذا رأي الجمهور، يعني فسر التوفي بالإنامة، إني متوفيك يعني يلقى عليه النوم. أي نعم. وأيده بقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. طبعا معروف أن في هذه الآية خلافا إلى من تعود هذه الآية، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. الآية تعود على من؟ يحتمل أن تعود إلى المسيح، ويحتمل أن تعود إلى الكتابي، يعني ما من رجل من أهل الكتاب يموت ويأتيه الموت إلا ولا يغادر الدنيا إلا وقد آمن بأن المسيح عليه السلام رسول الله. هذا معنى وإن على أحد القولين: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل أن تقبض روح الناس فله المسيح عليه السلام ويكتشف حقيقة، فإن كان يعني يهوديا أو نصرانيا ممن عبد المسيح يكتشف الحقيقة ويعلم أن المسيح ما كان إلا عبدا رسولا قبل أن يموت الكتابي، يعلم أنه مات على الباطل على الكفر. أو وإن من أهل الكتاب إلا لا إذن به، أي المسيح قبل موته، أي قبل موت المسيح، وتكون هذه إشارة إلى نزوله في آخر الزمان، يعني المسيح ما مات بعد، لم يموت المسيح عليه السلام بعد، وإنما سيموت بعد ما ينزل إلى الأرض في آخر الزمان. فلا يبقى أحد من أهل الكتاب إلا آمن به في ذلك الوقت، لأنه يكتشف أنه يعني كان على ضلال وكفر مبين، لأن المسيح وضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، فوضع الجزية كل ناس أخذ جزية للنصارى ولا يقبل منهم إلا الإسلام، إما يسلم أن يقتله للمسيح عليه السلام كما هو معلوم في الأحاديث. على أي الأحوال، لفظ التوفي في الآية هنا لفظ متشابه، لأن يحتمل أن يكون معنى التوفي توفي بالموت، والتوفي بالموت، والتوفي بمعنى القبض والاستيفاء. فتأويل الآية برفع الروح، إني هو رافعك إلينا رفع روحه، أو رفع رافعك إلينا رفع مكانته، هذا إلحاد في آيات الله وتحريف في الإنسان عن موضعها. بعض الناس فسروا هذا التفسير وهذا التأويل الفاسد، رافعك إلي قالوا يعني رفع الروح وليس البدن أو رفع المكانة، فهذا من الإلحاد في آيات الله تبارك وتعالى.
لكن أقرب المعاني إما أن يقال إن من الآية فعلا فيها تحريم وتأخير إني رافعك إلي ومتوفيك، وهذا ما سيحكم حينما يتوفاه عند نزوله في آخر الزمان. أو التوفي يكون بمعنى الإنانة لا الإماتة، إذ لا معنى لرفعه إلى الله ميتا، كيف متوفيك ورافعك إلي؟ إذا لا الخصيصة التي خطة من المسيح عليه السلام، إذا كان الرفع هو رفع إليه ميتا. واضح؟ مع أن المراد بالرفع هو تقديره من يمنه وإلجاؤه من مكرهم حين أرادوا قتله. وأصلا الله سبحانه يمن عليه هنا أنه سينجيه من اليهود ومن مكر اليهود، وأن اليهود مكروا ومكر الله والله خير الماكرين. فإذا كانوا يعني إذا كان المسيح عليه السلام يعني قد توفي بالإماتة، فأي إلجاء يكون في هذا؟ إنما يكون إلجاء وتكون الآية والبشارة بأن يتوفى الله سبحانه وتعالى يرفع إليه مع رفعا حقيقيا. فعلى تقدير التوفي بالإماتة لا تكون تلك البشارة بالتطهير والإلجاء قد تحققها، بل يكون قد أعان اليهود على قصدهم، وهو أن يتخلصوا من عيسى عليه السلام إما بالموت أو بالقتل. وكيف يفهم قوله تعالى ومكروا ومكر الله على تفسير التوفي بالإماتة؟ هل المناسب لمكر الله المقابل لمكر اليهود أن يكثره هو قبل أن يكثره، أم أن المناسب أن يرفعه إليه حيا لينزل في آخر الزمان فانتقم من هؤلاء الذين كادوا له وآذوه أو قاتلهم على الإسلام وحده، فمن أبى منهم روى الأرض من ثمنها؟ هذه الآية الكريمة أولا رأي الجمهور الذي اختاره ابن كثير ورواه عن الحسن، وهو توفي تفسير التوفي بالإنامة، وتوفيك يعني ممكن عليك النوم. أو الثاني رأي قتادة، وهو أن في الكلام تقديما وتأخيرا، بمعنى إني رافعك إلي ومتوفيك يعني بعد نزولك. الثالث رأي ابن جرير في أن المراد بالتوفي هو نفس الرفع، إني متوفيك يعني المعنى إني قابضك من الأرض ومستوفيك بذلك ومستوفيك بذلك وروحك. فهذه الأحوال الثلاثة متفقة على أنه رفع حيا عليه السلام، فلا يمكن أبدا قبول القول بحروف على السماء ميتا أبدا. واضح؟ وإننا رفع حيا كما قال تعالى وما قتلوه وما طلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. والحقيقة هناك يعني تدعى فصل المقام في رفع عيسى عليه السلام حيا وفي نزوله وخطه الدجال، تأليف الدكتور محمد خليل الراس رحمه الله تعالى. هي رسالة حقيقة قديمة جدا في الرد على من انحرفوا وألحدوا في شأن رفع المسيح عليه السلام من بعض أتباع المدرسة العصرية، للأسف الشديد محمد عبد ورشيد رضا. هذا شيء مؤسف مع أن الأحاديث متواترة في هذا، لكن الرسالة فيها رد قوي جدا على هؤلاء. فلولا ضيق الوقت لكنا يعني ذكرنا تفاصيل أكثر من هذا، لكن نكتفي بهذه الإشارات. ثم قال تبارك وتعالى ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك يعني ذلك المذكور من أمر عيسى عليه السلام، نتلوه يعني نقصه عليك يا محمد من الآيات. وطبعا قول ذلك نتلوه عليك من الآيات يعني إشارة إلى أنه لا مصدر لك كي تعلم هذه الأشياء إلا ما يطلعك الله سبحانه وتعالى عليه عن طريق الوحي. ذلك نتلوه أي نقصه عليك من غير اطلاع منك عليه، وإنما بآلامنا إياك عن طريق الوحي. ذلك نتلوه عليك من الآيات، هذا حال من الهاء في نتلوه. والذكر الحكيم أي المحكم، وهو القرآن الكريم. والمحكم بمعنى يعني المعصوم من أن يتطرق إليه خلل. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، المعصوم من أن يتطرق إليه خلل.
او الحكيم بمعنى المستمل على الحكم. ان مثل عيسى مقصود مثل عيسى يعني في سأله الغريب العجيب. ان مثل عيسى يعني ان مثل سأله العجيب الغريب في انتائه من غير اب. ان مثل عيسى عند الله اي في تقدير الله وفي حكمه كمثل ادم كمثل ادم. طبعا يعني هنا المقصود وجه شبه معين ليس اي من كافة اليوم شبه, لكن المقصود هنا تشبيه لان المسيح عليه السلام مثلا ادم خلق من تراب, خلق ادم عليه السلام من تراب عالم ومضحك على بالماء ثم صار طينا ثم صلصالا الى اخره. واضح. فهو يخالف المسيح في هذا, فان المسيح خلق من ام. اي نعم. فالمقصود هنا يعني ان وجه الشبه يدين عنه ما ياتي من الايه. وجه الشبه المقصود ما هو وجه الشبه بين عيسى وبين ادم؟ اي نعم سياتي هذا. ان مثل عيسى اي ان شانه الغريب العجيب في انسائه من غير اب عند الله يعني في تقدير الله وحكمه كمثل ادم كسال ادم ايضا العجيب في خلقه من غير اب, وهو من تشبيه الغريب بالاغرب ليكون اقطع للخصم ليكون اقطع للخصم. لا تفعل عن يجيب ايهما اعجب وايهما اغرب, خلق ادم ام خلق المسيح عليه السلام؟ لا شك ان خلق ادم اغرب. فالله سبحانه وتعالى يقول لهم كنتم تستدلون على أولوهية المسيح المزعومة بكونه خلق من غير أبن, فكان أولى أن تعبدوا آدم لأن آدم خلق لا من أبن ولا من أم. فهذا هو المقصود. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ربنا شرع تعالى في تبيين وجه الشبه بينهما. خلقه أي آدم, والمقصود هنا خلقه آدم نفسه أم قالبه؟ مش معنى أنتم؟ نعم. القالب يعني خلق الله تعالى آدم على هيئة على هيئته الإنسان. هل هو كان آدم في هذه الحالة كان لسه داخل في الروح؟ لأن الآن يقول خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فكان. واضح. فنقول هنا خلقه من تراب يعني خلق قالبه يعني كما يفعل في الصمم يعني. واضح. يعني ان خلق من التراب فهو الله سبحانه وتعالى من التراب بهذه الصورة المعروف عليها خلق ادم عليه السلام ثم ذلك نفخ فيه من روحه. فالهاء هنا تعود على قال بادم القالب نفسه اللي هو العجين المعجون من فيل. واضح. اي نعم. خلقه اي ادم اي قالبه خلق القالب يعني من تراب ثم قال له كن يعني كن بشرا فيكون. والمقصود ايه؟ فكان. خلقه من تراب ثم قال له كن بشرا فيكون, والمقصود هنا فكان. وكذلك عيسى عليه السلام قال له كن من غير اب فكان عليه السلام. طبعا قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى آخر الآية الكريمة. هذه الآية بها يسقط زعم النصارى أن هذه يعني أو تفسير هذه الآية بالمعنى الذي ذكرناه سواء كل الإلامة أو كل ما فيها تقديما وتأخيرا أو إن التوفي هو نفسه قبضه واستفاء مدة إقامته في الأرض. هذا به يسقط زعم النصارى أن هذه الآية حجة علينا لأنه يزعمون يقول الآية تفيد وفاته يعني بالصمت والعياذ بالله ثم رفعه إلى السماء هم يقولون يكون يعني قيامه حيا بعد وفاته على زعمهم من أنه مات بجسده إلى آخر العقائد المعروفة يعني عندهم. هذا بلا شك يعني ظاهر البطلان من الآية كما قال تبارك وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فهذا التفسير يبطل هذا الابتلاء. أي نعم.
ثم يقول تعالى الحق من ربك فلا تكن من الممتلين. الحقيقة مناقشة قضية الصمت بالذات يعني هو موضوع مهم جدا الحقيقة، وفيه كلام طويل في تسليم نبيعا من النصارى وبيان أنهم فعلا لا يتكلمون على إطلاق العلم في هذه القضية. يعني حديث الصمت التي هم يزعمون أنها ركن أركان عقيدتهم غير مسندة، ولم يشهد على الإطلاق واحد منهم هذه الحادثة. ونحن ما نقول إنه ما حصل صمت، لكن نقول الذي يقول ليس المسيح عليه السلام. فلذلك ومن ثم لبس الشيطان عليهم ذلك الامر واوقعهم في هذا السلك وهذا الكفر. ثم جاء يعني بعد ذلك جولت او شاؤول اليهودي وحرق الديانه النصرانيه، ثم جاء الملك قسطنطين ايضا وادخل فيها العقائد الوثنيه المعروفه. فالحقيقه الموضوع طويل ويعني يحتمل عده محاضرات لا محاضره واحده، ولكن لاننا نبني على الاختصار بقدر المستطاع نرجع هذا الى فرصه اخرى ان شاء الله. يقول تبارك وتعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلقه أي صور جسده، قال له من تراب ثم قال له كن أي بشرا كاملا روحا وجسدا. فإن أمره تعالى يفيد قوة التكون، وعبر بصيغة المضارع. بعض القساوسة المساكين يعني يزعمون انهم سياتون بما لم تستطعه الاوائل، فيقولون القران فيه اخطاء لغويه كما فعل ذلك الملحد الذي نشر في روح يوسف مقاله وعياذ بالله بعنوان الاخطاء النحويه في القران الكريم اذله الله وقطع ما ارتبطه. يعني هذا العنوان الاستفزازي عنوان يعلن بالرده والعياذ بالله والكفر المبين والصراحه. فبعض النصارى الجهلة يأتون بالسجل أنتم ما أنتم ما أنتم ورثة من العرب، ويقول القرآن فيه أخطاء، فيقول ويأتي المسكين بمثل هذه الآية ويقول ثم قاله كن فيكون، ويقول يكون إيه ثم قاله كن فكان. واضح، وهو من جهله بلغة العرب يظن أنه أتى بشيء فات على أقصى ما نطق بالضبط الرسول عليه السلام والصحابة والعرب وهؤلاء الذين يعني إذا كان أبو جهل وأبو لهب لو فعلا ده خطأ لغوي واضح، لكن كانوا يسمعوا على الإسلام بهذا واضح وطرحوا به أي مصالح، لكنهم يفقهون لغة العرب والأساليب البلاغية يعني في تعبيرات القرآن الكريم. فعبر بصيغة المضارع المقترن بالفاء في سيكون دون الماضي، وإن كان المتبادر إلى الذهن أن المعنى عليه حكاية للحال وتفصيلا لها. يعني إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن، في غير القرآن يجوز أن تكون إيه فكان. لكن لماذا آثر الله سبحانه وتعالى هذا النظم الكريم فقال فيكون؟ ما الحكمة من أنه عبر بالمضارع؟ إشارة إلى أنه كان الأمر من غير تخلف، وتنبيها على ان هذا هو الشأن دائما يتجدد مع كل مراد، يعني تحقق هذا الامر مباشرة دون ان يتأخر او يتخلف. ثم قال له كن فيكون، واستعمال صيغة المضارع يشير الى ان هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى الماضية، وان هذا هو الشأن الذي يتجدد مع كل امر يريده الله تبارك وتعالى، لا يتخلف عن مراد الآمر أصلا. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقوله كن فيكون، فكلمة يكون تقول أن هذا أمر مستمر في كل الأحوال وفي أي أمر، ليس فقط في شأن المسيح عليه السلام. إنما أمره إذا أراد أن يقوله كن فيكون، إشارة إلى استمرار هذا الوصف وعموم قدرة الله تبارك وتعالى في كل زمان وفي كل الأمور. الحق بربك أي أمر عيسى، أمر عيسى عليه السلام والذي قصصناه عليك من ربك هو الحق، فلا تكن من المبتدئ أي الشاكين فيه. فمن حاجك يعني من جادلك من النصارى فيه أي في عيسى من بعد ما جاءك من العلم، يعني من العلم بشأنه وبأمره، فقل تعالوا، يعني تقول لهم تعالوا، تقول لهم تعالوا.
والمقصود من هذا أن الله سبحانه وتعالى بعد أقام عليهم الحدث سواء في سورة آل عمران وفي غيرها من السور على الإسلام ما هم عليه من الارتياب في شأن المسيح عليه السلام يقول تعالى بعد ما تجادلهم وتبين لهم الحدث وإن أصروا على ما هم عليه في هذه الحالة كلهم في آخر المطاف لم يبقى بيننا وبينكم مناظرة ولكن نرفع عنادكم بطريق المباهلة لم يبقى من تفسير لما أنتم عليه من الإصرار على الكفر إلا أنكم معاندون وإلا أنكم جاحدون لأنكم إذا كنتم جهلة فقد كان ما أقمته عليكم من الحجج يستوجب زوال وصف الجهل عنكم أما وقد أخرت عليكم الحجج الواضحة وما استطعتم لها ردا ولا دفعا فلم يبقى منكم إلا العناد فلا سبيل لرفع هذا العناد إلا المباهلة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل يعني لهم تعالوا يعني أيها المجادلون تعالوا إلى أمر يعرف فيه علو الحق وسفول الباطل هذا المسلك الذي أنا أدعوكم إليه الآن هو الفيصل بيني وبينكم الذي يعني يكشف من منا صاحب الحق ومن منا الذي على باطل فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم وطبعا هذا الاختيار اختيار دقيق اختار عزة أهله وألتقهم بقلبه الذين يخاطر الرجل بنفسه من أجلهم ويحارب دونهم فيأتي هؤلاء ويحملهم على المباهلة فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل يقول فنجمعهم ثم نبتهل نجمعهم في صعيد واحد ثم نبتهل يعني نتضرع ونجتهد في الدعاء طبعا الابتهال يشمل الدعاء اجتهاد في الدعاء سواء كان باللعنة أو بغيرها والمقصود هنا به اللعنة أن نلعن من يكون على باطل ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين سنجعل لعنة الله يعني طرده وإبعاده من رحمته على الكاذبين أي منا ومنكم أي منا ومنكم ليهلكهم الله وينجي الصادقين فلا يبقى العناد الباقي فلا يبقي العناد الباقي عليكم بعد اتفاق دلائل العقل والنقل أقمنا عليكم دلائل العقل ودلائل النقل ثم لم يبقى إلا المباهلة المباهلة طريقتها أن يفعلوا كما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أو اقترح عليه قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل لعنة الله على الكاذبين يعني نقول اللهم نلعن الكاذب في شأن عيسى نحن المسلمين نعتقد كذا وكذا أنه كلمة الله وروح منه أنه عيسى ابن مريم عليها السلام واضح وأن الله لله الحق إلى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأنت تقولون بل النصارى يقولون هو الله أو ابن الله والعياذ بالله إلى آخر هذه العقائد الكفرية فاللهم يعني اجعل انزل لعنتك على الكاذب منا يعني صاحب الذي هو الحق واحد منا الحق لا يعدو هؤلاء او هؤلاء فالمجهله معناها الدعاء بنزول اللعنه على الفريق الكاذب والجاء الصادقين اي نعم هنا بعض الفوائد المهمه في قضيه المجهله يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هاهنا في وفد نصارى نجران لما قدموا المدينة فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم كما ذكر الإمام محمد ابن إسحاق وغيره وكانوا 60 راكبا منهم 3 نفر إليهم يقول أمرهم العاقب أمير القوم واسمه عبد المسيح والسيد حمالهم وصاحب رحلهم واسمه الأيهم وأبو حارث ابن علقمة أسقفهم وحبرهم
وفي القصة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الخبر من الله عز وجل والفصل من القضاء بينهما بينه وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه دعاهم إلى المباهلة فقال يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا أعطينا فرصة نرد عليك في موضوع المباهلة ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه فانصرف عنه ثم خلوا بالعاقب أمره فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى فقال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم إن محمدا لنبي مرسل ولقد جاءكم بالفصل من قبل صاحبكم ولقد علمتم ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم ما لعن قوم نبيا قط إلا فبقي كبيرهم يعني كبيرهم يموت ويثنى ولا نبت صغيرهم وصغيرهم أيضا يموت وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم فتستأصلون إن اجترأتم على المباهلة وطبعا هذه من علامات نبوة صدق نبوة محمد عليه السلام فإن كنتم قد أبيتم إلا إن سبيلكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم فوازعوا الرجل ثم انصرفوا إلى بلادكم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك ونرجع على ديننا فلم يلاعنهم صلى الله عليه وسلم وأقرهم على خراج يؤدونه إليه وعن جابر رضي الله عنه قال قادم على النبي صلى الله عليه وسلم العاقب والطيب فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعنه غدا الغداء في الصباح يتتم الملاعنة قال فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين ثم أرسل إليهما فأبيا أن يجيبا رفض أن يعني ينفذ ما وعد به من الملاعنة وأقر له بالخراج قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثني بالحق لو قال لا لأمطر عليه بالوادي نارا قال جابر فيهم وفيهم نزلت فقل تعالى ونذروا أبناءنا وأبناءكم إلى آخر الآية نعم قال جابر وأنفسنا وأنفسكم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأبناؤنا الحسن والحسين ونساؤنا فاطمة وهكذا رواه الحاكم وصححه على سورة مسلم وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسجد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعنا قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا يعني حتى يكون خراج فقال أبعثنا معكم رجلا أمينا حق أمين فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة وهذا أيضا رواه مسلم وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال أبو جهل قبحه الله إن رأيت محمدا عليه الصلاة والسلام يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على رقبته قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ولرأوا مقاعده من النار ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا وهذا رواه البخاري وغيره يقول الزمخشري فإن قلت ما كان يعني دعاءه من المباهلة إلا ليتبين الكاذب منه ومن خصمه يعني الذي يجادل هو مثلا فلان يجادل مع النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا الأسقف يجادل الرسول عليه السلام فإذا الأمر بيان الحق متعلق بالمتجادلين أو المتخاصمين وذلك أمر يختص به وبمن يكاذبه فما معنى ضم الأبناء والنساء ما معنى إدخال إيه دخل الأبناء أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم هنا في هذه الآية
يقول الزمخشري ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله، معناه انه واثق من نفسه تماما وان الحق معه. يقول ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بقدسه، حيث استجرأ على تعريض أعزته وأسلاب كبده وأحب الناس إليه لذلك، ولم يقتصر على تعريض نفسه له وعلى ثقته بكذب خصمه حتى يهلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة. واضح يعني هو من ناحية الرسول عليه السلام بجد أنفسنا وأنفسكم نفسه الشريفة عليه السلام وعليه ونساءنا ونساءكم أحضر فاطمة التي هي بضعة منهم عليه الصلاة والسلام وأبناءنا وأبناءكم أتى بالحسن والحسين. واضح؟ وطالب منهم أن يفعل نفس الشيء. ما معنى هذا؟ معنى يقف الاثنان يقفان في المواجهة، فالرسول عليه السلام والمعه يدعون أن تنزل اللعنة على الكاذب في شأن عيسى، والآخرون أيضا يدعون أن تنزل اللعنة على الكاذب في شأن عيسى عليه السلام. فطبعا فلماذا ادخل يعني غيره في ذلك؟ محمد المخاصمه كانت بين اثنين فقط، ادخلهم لان هذا اوكد في الدلاله على ثقته ويقينه من الحق الذي هو عليه، وان الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والارض ورب السماوات والارض المطلع على هذا الحال معه وسينصره وسيخذل عدوه، بحيث اذا استجيبت الدعوه واستجيبت هذه المباهله لهلك الكافر وغيوب فاستوطنوا جميعا ولم يبق منهم عين ولا اثر. اي نعم. طيب يقول وخص الابناء والنساء لانهم اعز الاهل والصقهم بالقلب، وربما فداهم الرجل بنفسه وحارب بينهم حتى يقتل، ومن ثم كانوا يتركون مع انفسهم الضعائم في الحروب لتمنعه من الهرب. كانت عاده العرب بل والمسلمين ايضا أنهم إذا خرجوا من الجهاد في سبيل الله يخرجون الضعائن، الضعائن كما جاء في الحديث حتى لا تخرج الضعينة يعني المرأة المسافرة، فالضعائن مقصود هنا الحريم والنساء. فكانوا إذا خرجوا من الجهاد والقتال يخرجون معهم النساء. لماذا؟ لأن وجود النساء معهم يمنعهم من الهرب، لأنهم إذا هربوا من مواجهة الأعداء فيتركون نساءهم يؤخذن سبايا وضح يستعبدن، فيكون ذلك أدعى للاستماتة في الجهاد. واضح؟ ويسمون الذابة عنهم بأرواحهم حماة الحقائق. وقدمهم في الذكر على الأنفس، فقل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، فقدم النساء والأبناء في الذكر على الأنفس لينبه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم، وليؤذن لأنهم مقدمون على الأنفس مفدون بها. وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام، أصحاب الكساء حينما وهم آل البيت المذكورين. طبعا لا يقتصر وصف آل البيت على أصحاب الكساء، لكن أصحاب الكساء من آل البيت اللي هو علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام. وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يروي أحد من موثق ولا مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك، لا من النصارى ولا المسلمين، من حكى أن الكفار أجابوا إلى المباهلة، كانوا عند المباهلة يخافون لأن ساعة الجد وتسدل اللعنة في الحال على الكاذب في شأن المسيح عليه السلام، وذلك هذه مما ينكر في أدلة الإيه؟ أدلة صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أيضا تدل على جواز المحاجة في أمر الدين، وأن من جاز لو أنكر شيئا من الشريعة جازت مباهلته اقتداء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. والمباهلة الملاعنة، الملاعنة. وهذا في الحقيقة مخرج لأصحاب الحق، لأصحاب الحق خاصة بعدما يستوفي الإنسان بالتعويل والضليل، إنسان معه حق يعني أدلي وأوضح من الشمس في يعني رابعة النهار ومع ذلك يعاندون، فهذه الحالة بعد استفراغ الوسع في إقامة الحجة يجوز لك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تدعوه من المباهلة. قل تعالى ندعو أبناءنا وأبناءنا، أحجب نفسي على أبنائي ونسائي ونفسي في صف وأنت مع هؤلاء أيضا في صف،
وندعو الله ان نبتهل فنجعل نعمه الله على الكاذبين. فبلا شك ان هذا كتبين لتبرئه المظلوم وايضا لايضاح يعني اقوال الحقيقه. هناك حوادث كثيره فيما يتعلق بموضوع الوهله وقعت حتى مع اهل البدع، بل ان بعض الصحابه ابن عباس وغيره لما اختلف مع بعض الصحابه اخوانه الصحابه في بعض القضايا الفقهيه طلب الوهله كي يعلم يعني وثوقه مما هو عليه من الراي في هذه المساله. انا لم اتكلم في ذكر الامثله وان كانت كثيره، لكن اقتصر فقط على هذا الذي ذكره العلامه ابو المعالي محمود شكري الالوفي رحمه الله تعالى في كتابه غايه الامان في الرد على المهالي، يقول في اثناء مناقشه مذهب ابن عربي. ابن عربي النكتب المعروف الملحد، يقول سأله عن ابن عربي فقال له شيخنا من قلت لي هو كافر، يعني ذا الامام احمد بن علي بن حجر الشافعي يقول انه ذكر لمولانا شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني اشياء من كلام ابن عربي المشكل، وساله عن ابن عربي فقال له شيخنا البلقيني هو كافر. قال وسمعت الحافظه في هذا الدين ابن حجر يقول جرى بيني وبين بعض المحبين لابن عربي منازعه كثيره في امر ابن عربي حتى تورأت من ابن عربي بسوء مقالته، فلم يكن ذلك بالرجل المنازع لي في امره، وهددني بالشكوى الى السلطان بمصر بامر غير الذي تتنازعنا فيه يدرك بخاطره. فقلت له مالك السلطان في هذا مدحكا، يقول له لم نكف على الكلام في العربي انا اروح ابلغ عنك السلطان ويقع بك كذا وكذا في شيء ليس له علاقه على الاطلاق بما يدرك انه النقاش نقاش علمي، ما علاقه هذا بالوشايه وبه أن تهددني في كذا أو كذا. فقال فقلت له الحافظ محمد قال له ما السلطان في هذا المدخل، نحن نظر بنظرة علمية، ألا تعالى نتباهل، ألا تعالى نتباهل. وقلت ما تباهل اثنان فكان أحدهما كاذبا إلا وأصيب. فقال لي بسم الله، يعني هيا توكلنا على الله. قال فقلت له قل اللهم إن كان ابن عربي على ضلال فلعني بلعنتك. فقال ذلك. فقلت انا اللهم ان كان ابن عربي على هدى فلعني بلعنتك. واسترقنا. قال انا وكان فسكن الروضه فاستضافه شخص من ابناء الهندي ثم بدا له ان يتركه وخرج في اول الليل مطمما على عدم النبيذ. فخرجوا يسيعونه الى التخفور، فلما رجع احس بشيء مر على رجله فقال لأصحابه مر على رجلي شيء ناعم فانظروه، فنظروا فلم يروا شيئا وما رجع إلى منزله إلا وقد عمي في نفس الليل إلا وقد عمي عمي بصره وما أصبح إلا ميتا. وكان ذلك في رسالة سنة 77. وكانت هذه المباهلة في رمضان منها، وعند الوقوع إلى المباهلة عرفت أن السنة ما تمضي عليه وكانت بمحضر من جماعته. هذا باختصار النموذج من الرجل، والحقيقه حصل هذا مرارا فيما يتعلق بالمباهله لكن لاجل الاختصار. يقول الشيخ الدين حسن خان رحمه الله تعالى وقد دعا الحافظ ابن القيم رحمه الله من خالفه في مساله صفات الرب تبارك وتعالى واجرائها على ظواهرها من غير بين الرخر في خطبه نجران. ابن القيم يقول ومنها ان السنه في مجادله اهل الباطل اذا قامت عليهم حجه الله ولم يرجعوا بل اقروا على العناد ان يدعوهم الى المباهله، وقد امر سبحانه بذلك رسوله ولم يقل ان ذلك ليس لامتك من بعدك، ودعا اليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن انكر عليه بعض مسائل الفروع ولم ينكر عليه الصحابه، ودعا اليه الاوزاعي سفيان الثوري في مساله رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك، وهذا من تمام الحجه.